بغير عريس وفرحة سبقتها معركة. هذه المرة العرس لتعز احتفالا بنصر تأبطه الأبطال وعضوا عليه في المتارس. وعلى الزناد أصابعي فإذا انطلقت فلا أعود. لم يبق للانقلاب وميليشياته شيء بتعز طالما وأصوات الاحتفالات تضج ضجيجها في الجبهة الشرقية موجعة رؤوس الأفاعي المذعورة في جحورها وثكناتها المعدة لقتل الأبرياء إلى مواجهة الأبطال. هنا بمحور المحافظة في القطاع الثاني للواء 22 ميكا حضر الجميع هنا، ومن لم يحضر من الأبطال المرابطين في المواقع فقد حضر قلبه وسمع ما سمحت له أصوات الرصاص سماعه. هذا الاحتفال هو إبراز لهذه البطولات، كما يأتي أيضا نشاط من أنشطة التوجيه المعنوي لرفع المعنويات ولتذكير هؤلاء الأبطال بما قدموه وما هو مطلوب منا جميعا تجاه هذا الوطن من تضحيات وثبات وصمود حتى يتم لنا بإذن الله عز وجل النصر في القريب العاجل. الجيش الوطني مسيرة نضال وذكرى انتصار، تحت هذا الشعار أقام التوجيه المعنوي الحفل الفني والخطابي بحضور قيادة اللواء والقطاع وعدد من القيادة العسكرية والميدانية والاجتماعية. القطاع الثاني هذا هو يعني من اللواء 22 وأساس اللواء 22، وقد شاركوا في كل المعارك وانتصروا في كثير من المواقع في الجمهوري وفي العقبة وإلى المحافظة وفي القطاعات الأمامية في التشريفات والقصر الجمهوري. سألت لك القائد أهلا وسهلا، وبعدين أنا مشكيك جدا وانت بالانتصار الكبير يوم العيد الكبير يوم النصر لما تخليك كده بعد من داخل تعال. تهطل الدموع كالأمطار مع كل انتصار، ويزف الراحلون الأبرار تهانيهم في تلك الليلة، بينما يعزف الأبطال ذاك اللحن والموال بأصواتهم ودوي أسلحتهم. بين قاعة الاحتفال هذه وخطوط التماس مئات الأمتار، فهنا الاحتفال بذاك النصر الذي خطه الشهداء بدمائهم على تراب الوطن، ونشيد يردده الجرحى للتخفيف من أناتهم، وهو مفتاح للتحرير الأكبر والاحتفال الذي تنتظره كل تعز. عبد العزيز الذبحاني من شباب تعز.